الرسم بالخيوط والمسامير أكيد فن يحتاج تركيز عالي، الدقة، ومو كثير اللي ممكن أنهم يمارسونه. اختار الفنان عبد الوهاب الدايل كفن أبدع فيه وصنع فيه لوحات فنية متميزة، ويسعدنا حضوره بالاستديو عشان يكلمنا أكثر عن سبب اختياره الرسم بالخيوط والمسامير. مساك الله بالخير أستاذ عبد الوهاب. مساء النور، حياك الله. يعني ما شاء الله شفنا لوحاتك، حجمها كبير وتفاصيلها كثيرة وألوانها جميلة، كيف دخلت هذا المجال؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اللوحة طبعا الفن هذا تعلمته في الحجر الصحي، يعني خلال ست شهور. نعم. كنت أتصفح في اليوتيوب وشفت هذا الفن، كنت أطالع المقاطع اللي هو النحت على الخشب، كيف يسوون مصنوعات من الخشب أو منحوتات. مقطع بعد مقطع شفت مقطع اللي هو الرسم بالخيوط، واستهوتني الفكرة هذه، وشفت أنه هو الحجر الصحي يعطيك وقت وعندك المساحة، ما في ارتباط سواء بعمل أو التزامات اجتماعية. فصرفت مع زوجتي، قلت لها ها ايش رايك نسوي؟ قالت ليش لا، توكل على الله خلينا نجرب. ورحت جربت بصوره بنتي، بنتي زين الله يحفظها، رحت طبعت صورتها وسويت رسمتها، بس رسمت الاوتلاين من غير ملامح زي كذا. بعدين قلت لا خلنا اروح اكثر، خلنا اشوف كيف ارسم الوجوه، تفاصيل الوجوه. فاخترت صوره اللاعب كاريو، لاعب الهلال، وسويت اللوحه له وأعجب فيها وقال لي أبغاه. معقول؟ وعطت هي ما شاء الله عطت اللوح، فهذا أعطاني الحافز أنه هو أستمر. Let's go with it يعني. ومن هنا كانت البداية، يعني كانت في شهر تقريبا ثلاثة. يعني ما شاء الله، يعني أستاذ عبد الوهاب يعني علمت نفسك بنفسك، يعني ما أخذت دورات في هذا المجال أو مجرد اطلعت على بعض الفيديوهات في اليوتيوب وبدأت تمارسه على أرض الواقع، وبعدين ما شاء الله طلعت هذه النتائج الرائعة. صحيح. يعني هل بالضرورة أنه الشخص اللي يمارس هذا الفن بيكون فنان تشكيلي أصلا؟ والله إذا كانت الرغبة موجودة والطموح موجود والخيال موجود أتوقع تقدر، أن اليوتيوب صراحة معلم معلم جدا، ويكفي أنه هو تشغل وتوقف وتتابع معاه خطوة بخطوة. صح. لا كذا خطأ لا كذا، وما يخالف النهاية حتى تتعلم. الميزة في هذا الفن أنه ما في ألوان، ما في ريحة، ما يعني ما يحوس المكان. اي بالنهايه وخيط ينقطع يتركب مره ثانيه عادي. جميل. ولكن يحتاج تكون بس اصلا صبور. انت مش مو فنان تشكيلي ولا مو رسام ولا رسام نهائيا ولا كنت ترسم؟ لا، ولكن انا كاتب روائي ما شاء الله، فالحمد لله عندي شويه خيال. اي عندي خيال. ولما كنت ادرس في امريكا فكانت الساعات الحره اللي عندي في الجامعه كنت اخذها في الارت، ما شاء الله 3 دي ارت، ويعني وسويت مجسم جمل من حديد من فقط المنيوم يعني. جميل ما شاء الله. حلو، يعني انت عندك الحس الفني هذا موجود. الحس موجود. بس الفتره، يعني انت تكلمت عن فتره قياسيه، يعني ترى احنا قعدنا 6 شهور تقريبا كان الوضع يعني لازم ننتبه وما ادري كيف وكذا، يعني هذه الفتره قياسيه تخليك تتقن رسم تفاصيل زي اللي احنا شايفينها. العيون في هذه اللوحه الولي العهد متقنه تماما الحمد لله كلها ما شاء الله. طب هذه التفاصيل الصغيره اكيد الا ما تكون عانيت وانت قاعد تتعلمها او تحاول انك تتقنها. والله انا اللوحات هذه من الاشياء اللي خلينا نقول تعلمتها من عندها، انه اذا انت مستعجل او عندك يعني وراك شغله لا تسويها، لازم تشتغل عليها وانت رايق 100%. لوحه الامير محمد بن سلمان سمو سيدي ولي العهد اللي هو كانت تحدي، هي يعني انا سويت اول شيء لوحه بنتي، بعدين كاريو، بعدين سويت لوحه بس كلمه اللي هو نعود بحذر بطريقه معينه. بعدين هذا الجم اللي يعتبر لامير محمد بن سلمان قفزة. كانت اللي هو ذكرى ولايه العهد. فقلت بسوي لوحه تمام. رفعت السماعه على اخوي علي مصمم محترف.
عندك صورة لسمو الأمير؟ ممتازة. قعدنا نختار، أعطاني هذا اللوح اللي فيها الألوان، تباين الألوان واضح. تمام. جربنا التحدي والحمد لله يعني نجحنا. جميل. يعني الأمانة لوحك فيها تفاصيل، الواحد وده يوقف قريب ويشوف الألوان وين تروح. لكن يمكن ذكرت شيء في البداية، قلت الصبر، تحتاج صبر. صحيح. أنا ودي أعرف هذا، بما أنه يعني هواية جديدة بالنسبة لك، وش علمك غير الصبر، غير أنه أنت يكون عندك وقت، وش الأشياء اللي تحس أنها غيرت فيك لو شوي يعني تطرقك في هذا المجال؟ اللي علمتني إذا 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 أنت ودك فيها حتصير، الشيء اللي ودك فيه حيصير. يعني حتى لو أنا مثال اللوحة، لوحة الملك سلمان الله يحفظه، جيت مرحلة قلت I can't. فعلا أنه شهر أخذت من عندي، وأكثر من 150 ساعة أشتغل عليها. كم مسمار؟ هذا المسمار ما اقدر اعطيك رفعي. لا مو هذه، حقت ولي العهد. ولي العهد برضو ما اقدر كم بالضبط كرقم يعني مسامير، ولكن مسامير كثيره. وقفت، انا قلت ما اقدر، ملك سلمان ما اقدر اكملها، متعبه فعلا، كانت متعبه. ما جتني زوجتي وقالت لي هي، قلت هي اللي قاعد تسوي معي، انه في مرحله اللي هو خلف صوره الملك سلمان كان في خلفيه البيضة تحتاج زي النحت او لقيتها هي راحت جابت اللي هو الملقط. زين، انا كنت استخدم المشرط، وكان صعب علي اني انا افك المشرط من بين المسامير عشان اطلع القطع هذه. لقيتها هي، انا قاعد بالصاله وخلاص ما نو مور اني بسويها، لقيتها راحت جايبه الملقط قاعد تشيل. ما شاء الله. سهلت علي طريقه انه انا شلون المشرط كان ياخذ من عندي تقريبا ساعة عشان اخلص تقريبا قطعة يمكن 5 سم × 5 سم. الملقط خلاني فيعني يعني جزاها الله خير يعني، وما قصرت، وانا اشكرها. هذا الدعم المطلوب على هذا الدعم، والحمد لله طلعت اللوحة جميلة بالفعل. ونشكر لها هذا الدعم اكيد، ونوجه لها تحياتنا. وحلو هذه المشاركة الأسرية، يعني هذا الفن جمعكم كلكم، انكم تشتغلوا على اللوحة، خصوصا في الفترة اللي كنا جالسين فيها في فترة الحجر، وتعلمتوا حاجة جديدة وحاجة جدا مهمة. طبعا هذه الصورة اللوحة سويتها بمناسبة اليوم الوطني 90، وانا استغرب انك قلت اخذت منك شهر بس. صحيح. يعني ما شاء الله باين انك يعني قضيت فيها كل الوقت، كنت متفرغ لها، لانه اتوقع لوحه بهذه التفاصيل وبهذه كميه الخيوط والمسامير راح تاخذ وقت اكثر من كذا. انا ما تفرغت لها صراحه. تفرغ ما تفرغت لها، ولكن لاني انا كنت مستمتع فيها. فلقيت لها الوقت. انا عندي شغلي وعندي التزاماتي مع اهلي وعندي كذا، ولكن لان انا ما أخذها كأنه هو يعني يعني شيء كان مخي، وصورة الملك سلمان كانت معروفة أنه هو لما يبوش العلم هذه معروفة، فقلت شلون نخليها كرياتيف، قلت نخليها أنه هو ماخذ المملكة كلها يبوسها. وهذا اللي ما يحتاج أن أكتب كلمة، إذا كتبت كلمة وجهة نظري أنه رسمتك ما وصلت الرسالة، فكتبت كلمة عشان تكملها. صح. بس الرسمة خلاص أنه هو وصلت الرسالة. ما شاء الله. وشاركت فيها هذه اللوحة في اليوم الوطني 90؟ شاركت، نعم، في فندق هيلتون، كان عندي 4 أيام ولاقت رواج ربي لك الحمد. الشكر. الحمد لله. ما شاء الله. طب عمل اللوحة الوحدة أكيد يستغرق منك وقت، وأنت قلت إنه لازم تكون فاضي تماما. صحيح. فالآن مع العودة بعد ما عدنا بحذر وكذا، قد ايه ممكن ما زلت اول شيء بشرني يعني استمريت على نفس هذا الموال في هذا الفن وهذا المجال؟ في افكار وفي مبادرات اني انا حاطها ببالي، يعني في فكره بازلز. كيف البازلز ايش دخلها في اللوحات هذه؟ حاله اي، لا، في فكره بازلز يكون في مشتركين فيها مجموعه كبيره من اصحاب الفن هذا، ممكن هم احسن مني. ولكن تفاصيل الفكره مشروعها ان شاء الله مع الوقت حتشوفنا مع النور ان شاء الله. طب كيف لو صار في خطا ممكن يتم التعديل؟ يعني انت قلت قبل شويه انه انت كنت تستخدم المشرط وكان صعب عليك، لو حصل خطا هل ممكن انه فعلا تضطر انك تعيد اللوحه؟ لانه مثلا اذا حطيت الخيط بمسمار الى مسمار ثاني يعني هتعكس تصاميم او هتعكس باقي تفاصيل اللوحه. ممتاز. مثال
العين في لوحة سمو الأمير يوم حطيت، أنا كنت معتمد على الخلفية حقت اللوحة أبيض تمام، خلاص أنا بحط اللي هو بؤبؤ العين وخلاص الأبيض وراء العين حيكون واضحة. يوم حطيت الأسود لا، طغى الأسود على أطراف العين فراحت صارت سوداء، رحت أنا حطيت الخيط الأبيض في المساحات اللي يحتاج يكون فيها أبيض. طيب أنا غلط، أقدر أحط فوقها خيوط ثانية أغطيها، شلون مثلا أنت لما ترسمين رسمة لا حسيت أنه أزرق بدال السماوي، تحطين تضيفين على لون أبيض فخلاص يصير الشيء اللي أنت تبغينه كمثال. فنفس الشيء الخيط، ولكن إذا كان في مشكلة بالخيط في الرسم ولا انتبهتين من البداية، مع الوقت حتبان لا حتكون ديستروينج. فأنت يعني فقط تحتاج من فترة تخيط وبعد شوف إن اللوحات زي هذه مع أو لوحات المكعبات أو أي جمالها تشوفينها من بعيد من قريب. صحيح يعني للأمانة وأنا أشوف لوحة الملك فيها أنواع كثير مو بنوع واحد. صحيح. فيها زي ما تقول السيلفر هذا أو الذهبي عفوا، هذا كأنه مو بخيط، كأنه وشه خيط بس خفيف، يعني مع أي شد خفيف بينقطع ممكن ينقطع معك. طب حكينا عن يعني حتى الثوب، أحس الخيوط اللي استخدمتها الرفيعة تحت هنا العلم نفسه، يعني حكينا عن التفاصيل هذه ومراحل نفس الشغل. يعني أنت ذكرت أخوك اللي صمم لك الصورة وبعدها، يعني شلون إيش المراحل اللي أنت عشان تنتج هذه اللوحة؟ طيب أول شيء إنه هو التصميم. جميل. أنا إيش الرفلكشن حق الصورة هذه، واحد اثنين في خيوط عريضة صوف. حلو. اللي تحط الأوتلاين، يعني مثال مثلا المملكة زين. الشيء الثالث في الخيط العادي اللي هو خاط فيه الملابس زين، وفي الخيط اللي أنت الإضافة اللي عنده في شيء لمعة، في خيوط مرات فيها لمعة. يعني أنا الخيط الذهبي ما لقيته، كنت بحط بيج، يوم حطيت بيج ما عجبك اساسا الصوره الرئيسيه اللي فيها البيرق اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله، لونه ذهبي تلمع طبعا، والسنترال في الصوره اذا 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 اخذ الانتباه خلاص انت اخذت الصوره كامله، فهو السنترال يعتبر زي العمود الفقري للصوره. كذلك في اختيار المسامير، تشوفين ملامح صوت الملك، الملامح ما تشوفين رأس المسامير ما تشوفينها، لأن المسامير اللي من غير راس زين، ولكن الأشياء الأوتلاين يحتاج له يكون رأس المسمار شوية أكبر علشان يمسك الحدود. فهذه يعني هذا كيف تعلمتها؟ قلت من اللوحات اللي جربت عليها. ما شاء الله ما شاء الله. صراحة أنا أهنيك يعني عبد الوهاب على هذا الفن اللي أنت تعلمته في هذه الفترة القياسية، يعني فن في الأخير وجمالي، أشياء جدا رائعة، لوحات بصراحة فيها إبداع كبير وتعلمته في فترة قياسية. أنا ما زلت مبهورة صراحة بالفترة الزمنية اللي أنت تعلمت فيها هذا الفن. أنا أشكرك على تواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية، نورتنا. حياكم الله، ما قصرتوا، شكرا من الاستضافة. مشاهدين احنا نطلع فاصل قصير وأكيد نكملين معاكم باقي فقرات برنامجنا لليوم، لا تنسوا مشاركتنا على هاشتاج برنامج سيدتي.